فنسأله عن هذا الحديث الذي ذكره. وفي الحديث أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة. طب ننتظر سنة وسنتين؟ هذا الحديث ضعفه الترمذي وضعفه الدارقطني وضعفه ابن الجوزي وضعفه ابن كثير وغيرهم. فلي سؤال واحد أسأله لك، كيف صح عندك هذا الحديث أيها الفسل؟ عن أبي إسحاق سفيان إمام من أئمة أهل السنة، وأبو إسحاق السبيعي إمام من أئمة أهل السنة، والإسناد إليهم صحيح، وأحمد إمام. وهلأ منشوف مين روى هذا الحديث اللي عم تتمسخر عليه. هذا حديث انتظار الفرج عبادة، هلا تشوفوا انه ايضا روى هذا اسحاق اللي عم تثني عليه، هذا عفوا اسرائيل عن ابي اسحاق، والترمذي امام وابو اسحاق امام. هلا نفرجيك، هلا شوف على الفضيحة. هلا لحظة، عمر بن الخطاب قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل كلامك. وقال: هذا كلام لا يقبل، وهذا تجسيم، وهذا تشبيه، وهذا كذا. لا والله، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض الإخوة كتب هذول، واحد الوهابي: يا أخي ليش ما عم تسمي بالله، وليش ما عم تبدأ بالبسملة والحمد لله، أين البركة في كلامك؟ طيب سمينا وحمد لله. يعني أحيانا أذكر كما قلت لبعض الإخوة، أذكر بلساني قبل أن أسجل، أو أحيانا يعني أنسى، أو أحيانا وكما قال يعني اسم الله على لساني كل يوم. لذلك أحل الشافعي الذبيحة حتى ولو لم تذكر اسم الله عليها، يعني إذا ذبح المسلم، يعني لأن ذكر الله على لساني. فرجع انتقدني هذا الأخ في آخر محاضرة لي، آخر تسجيل لي، هذا عن قضية يعني عن إيش كنا أخ، هذا في الرد على الحسيني كذا. فذكرت الله بسملت وحمدلت، ومع ذلك إيش انتقدني. وطبعا انتقدني هلأ مشان قصر اللحي. فهذيك المرة قلت له: طيب أنا لو ذكرت الله بدأت بالبسملة والحمد لله جهرا، يعني ترضى؟ هاي ذكرتها، فلا طلع على قصر اللحي. طيب قلت له: إذا ربيت لحي تساوي 3 أشبار إيش رأيك، ترضى؟ ولا ستسبني وتقول أنت أشعري خبيث؟ إذا كان النووي، وهذا طبعا اللي عم يحكي هذا من تلمست، هذا شيخ الإسلام زكريا، شيخ الإسلام شمس الدين، محمد شمس الدين، فعم يقول شيخنا شمس الدين. قلت له: شيخكم هذا يعني كما أنا سبق وأن ذكرت أنه إذا كان الإمام بن حجر والنووي عنده من الفجار، فوين عم بتقلي انه بقى قضية اللحية ولا قضية البسملة ولا قضية هذا مؤتمر الأشاعرة بالشيشان؟ انت الأشاعرة عندك كلهم كفرة او ضلال على اقل تقدير، ان حضروا مؤتمر شيشان. وانا علقت علي هذا في المحاضرة السابقة، لكن لسه ما نشرتها، وتعليقاتي السابقة. لكن تعالوا لنأتي الى الان الى ما يتعلق بهذا التسجيل. طبعا قبل أن أبدأ أود أن يعني أشكر الإخوة الذين هنأوني على بلوغ القناة 10,000 مشترك قناتي على اليوتيوب، فبارك الله فيكم. وإن شاء الله سننشر نحن يعني منشورا حول هذا الأمر. الآن نبدأ بهذا الرد على هذا مسميه هلأ صحيح ابن طبرزد. أول شيء سماه صحيح عبد الأخرس، فالظاهر الناس يعني بهدلته لهذا ابن شمس، لو تسمي بدل يعني هو يقصد صحيح عبد القادر الحسين يعني، فمسمي عبد القادر عبد الأخرس، لأنه إيش؟ لأن الله لا يتكلم عند الأشاعرة بحرف صوت، صار اسمه الباري عز وجل أخرس عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي إذا كان هذا قدر الله عندك، فايش بدنا نقول عن قدر الأشاعرة عندك؟ ما بيسمي بدل ما يسمي عبد القادر سمى عبد الأخرس، والظاهر بعض الناس بهدلوه كذا، فراح سماه لا صحيح طبرزد.
انه على اساس انه الشيخ عبد القادر انه غلط هذه، وهذه عملنا له عليها 100 فضيحه، هذه لحالها، هاي اللي عملها هو فضيحه، عملنا له عليها 100 فضيحه، ورددنا عليه في سلسله كامله، وبينا له تخبيصاته في لهذا ابن شمس، تخبيصاته في هذا الامر، وانه كل ما عنده، وبالاخير انه ابن خلي كان هذه طبطها كذا، ابن طبرذذ بس. واحد اشعري ضبط له اياها، وجي عم يشنع على الشيخ عبد القادر انه كيف خالفت، يعني كانه عم بيقول كيف خالفت ضبط هذه الكلمه التي ضبطها الاشاعره. فانا قلت له في تسجيلاتي السابقه، قلت له اذا كان الشيخ عبد القادر خالف اشعريا في ضبطها، انت خالفت الكتاب والسنه في عدم السخريه وعدم. وانا بقول لك انا لا اسخر من هذا مسميه صحيح طبرزد، وعم بقول لكم بالصوره هذا ابن شمس، لك انا لا اسخر، وانما هذا يعني هذا انا عملته. قال ايش؟ شوف على الضحكه، عملته ايش؟ انه غير بهذا الصوت والصوره للشيخ عبد القادر، انه قال حتى لانه هو اشتكى علي، ولما انا اشتكى علي لليوتيوب فلذلك انا اغير هذه الصوره. اشتكى علينا، عم يقول اشتكى علينا هذا ابن شمس، اريكم اياه. طيب نختم لانه راينا نجعل هذه مقدمه ونكمل في الحلقه القادمه. لاحظوا اخواني الكرام شو كاتب هون، ليس الغرض من تغيير الفيديو السخريه، ولكن اضطررنا الى ذلك بعد ان قام هذا اليوتيوبر بالشكوى علينا. اخي امه موقف باستعداد، انت عم تحكي مع فضيلتهم وادعاء اننا ننتهك حقوق النشر الخاصه بها، يعني عم يتحاكم للطاغوت مو هيك؟ هذا مثل ما عملت انت هون لما اشتكيت علي للمحاكم الامريكيه، فرحت انا اشتكيت عليك لدمشقيه اللي قال لك انه هذا شو اسمه، هذا تحاكم الى الطاغوت. تابعوا هذه الحلقه، وهي اصلا تحيل الى حلقات اخرى فضحناها فيها، وهذه اللي اذا حابب ينكر مثل ما عمل هذول بعض اتباعه، انه لا شو له كثير فضيلك لحتى لاحظوا هذا هون التبليغ علي من محمد شمس الدين، لاحظ هذا من اداره اليوتيوب، لكن الله اخزاه وطعنا بهذا تبليغاته، لانه هي كانت بلغ عليه ثلاثه وثلاثه بتقفل القناه، لكن بمساعده بعض الاخوه الله يجزيهم الخير، الاخ عدنان من كندا، فطعنا بهذا التبليغات فابطلوها بحمد الله، بعد ان رفض، بعت له رساله انه يتحاكم الى القران، تعال نتحاكم الى القران مو لليوتيوب، نشوف هذا في القران هذا الذي كان ينقل عن المؤمنين وعن الكافرين، ينقل اقوالهم ويرد او يثني عليهم، يعني ينقل اقوال الكافرين ويرد عليهم، ينقل اقوال المؤمنين ويثني عليهم غالبا يعني. فابى. لاحظتم؟ طيب نجعل هذه مقدمه، يعني هو اعتبارا من الان نعتبر انه اول جلسه تكون مقدمه، اذا كان مثلا حتى ما نطولها نساويها ساعه او ثلاث ارباع الساعه، بنعمل كل جلسه 10 دقائق، واول جلسه بنعملها مقدمه، وهذا هون انه القناه بلغت 10,000 مشترك، والحمد لله رب العالمين.